أكيد كلنا سمعنا عن تفاصيل المسرح وسمعنا عن شكل اللي بيقدم له المسرح في بناء متكامل، بينشر فكرة، بينشر وعي، وبينشر كمان أفكار سامية. إحنا الليلة معانا اثنين هم جسدوا قلب الشارع السوداني بكل تفاصيله وبكل ما فيه، من معاناة الشباب مثلاً، من ضحكتهم، من هزارهم، من أحلامهم، تطلعاتهم، طموحاتهم للمستقبل. كمان جسدوا البيت السوداني البسيط بكل تفاصيله وبكل مفردة الكلمة. إحنا الليلة معانا اثنين يعني أنا حاسم إن أنا في ورطة حقيقية، طالما أنا مع علي محمد ورطة ومع أحمد محمد والمشهور بأحمد الطويل. أهلا بكم، وخلينا نرحب بكم على شاشة قناة أنغام وفي برنامج هلا بكم. هلا بكم، وبداية الترحاب مع أحمد. إزيك يا أحمد؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أخبار؟ أتمنى إن شاء الله مشاهدي قناة أنغام إن شاء الله مشاهدة لطيفة معي الجميل على ورطة. إحنا أنا ما شاب خالص، هو الشاب أنا كده بحاول أدعم في كده عشان يبقى زول شديد كده. ما تخاف الموضوع، يعني أنا من خلال حديثي معهم في الكواليس ونستي معهم حسيت فعلا أنه في ورطة حقيقية، من شكل الهزار وشكل الاسكتشات اللي عملوها، حتى المقالب كمان اللي عملوها يعني، وإحنا بتونس معهم التفاصيل اللي أخذوني فيها. فإحنا الليلة فعليا موعودين مع حوار مختلف معهم. سبب تسمية أحمد الطويل شنو؟ عندي شغف أعرف ليه أحمد الطويل. أنا كنت أحد في يوم من أحد أعضاء تيراب الكوميديا، ومن هنا بحيي مجموعة تيراب الكوميديا. فلما جيت خش تيراب أنا أطول واحد، محمد موسى قصير، فخر قصير، غزال قصير، محمد صديق قصير، بكون في الخشب كده بكون طويلهم كلهم بكون كده يعني كده. فغزال قال هذول بس أسميه أحمد الطويل، من ديك صارت بقت احمر الطويل احمر الطويل، حتى شالت لغب الاسره برا من سليمان بقت احمر الطويل يعني. طيب علي ورطه، ليه علي ورطه؟ طيب اول حاجه برحب بكم، مرحب بكم في قناتنا قناه انغام، ربي يديكم الصحه والعافيه. انا طبعا اسمي علي محمد علي، ابوي ما اسمه ورطه، دي حاجه عامله لي مشكله كبيره كبيره كبيره، وعذبوني يعني. عادي احمد بيجي خاش في بيتنا دق الباب، ابوي بيفتح له بقول يا علي كيف، سلم على ابوي يقول حاج ورطه كيف حاج، فانا بخش في حته ضيقه. بعدين ابو علي طبعا ما شاء الله بيجي يسلم عليه، هو اكثر من علي شويه، فلما بيسلم على كده بكون قبضت الهواء بيطلع لي يعني هاي. ففي مسرحيه كده زول اسمه علي وطاها، في ممثل معي اسمه محمد ايو، قام قرا علي ورطه، لحد الان بقيت انا علي ورطه، بقيت حاجه ماشيه على شخصيتك على اسمي علي وطاها، بقيت علي ورطه. المسميات دي بتلعب دور في انها يا علي انها هي يعني تديك تفاصيل معينه لشخصيتك، يعني مثلا علي ورطه يعني كل المخرجين اللي ممكن يتعاملوا معاك يدوك الشكل الكوميدي حسب مسماك، انه الاسم يبقى على الشخصيه. والله بس انا قاعد اعمل لي مشكله صغيره كده يعني، كل ما زول يضرب لي في شغل يقول لي الو السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف الحال؟ تمام يا اخي، نحن شلنا رقمك، قدرنا تشتغل معنا. انت منو؟ معك علي ورطه. يقول لي خلاص دقيقه برجع لك اسمع، هذا اسمه علي ورطه ده بدخلنا في الزول، معلش لا برجع لك ورطه، يلا الشغل بيطير مني علي ورطه. لكن هو ما بصنفك كشخصيه في على المسرح، بالرغم انه زول مسكين لكن بغلغي للناس حبتين كده في المسرح، بحب المقالب والحياة دي. علي او احمد عفوا، الانتاج السينمائي عموما بدا ياخذ، والانتاج المسرحي عفوا بدا ياخذ شكل معين، بقينا نشوف انه المسرحيات بدات في شكل اسكتشات، وخصوصا اغلب المسرحيين لو طبعا ما بالاجماع بيقوا يركزوا على المسرح الموجود في الشارع وياخذوه في شكل اسكتش مصغر من 5 دقائق او 10 دقائق. ده تاثيره شنو على وجود الجماهير او المشاهد على الخشبه نفسها وتردد المشاهدين او جمهور الحضور على المسرح؟ والله ما اعرف شو، لكن لا 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 الايقاع الخفيف العالم كله بيقى ماشي ايقاع خفيف، كل الايقاع بقى نفر نفرين ثلاثه فار. انا ما بقول مثلا، لكن المسرح اساسا كان واقف في زمن انفات، المسرح اساسا واقف اول الاعمال الفنيه كانت اي ناس محددين، مثلا الاستاذ جمال عبد الرحمن، الاستاذ جمال حسن السعيد، الاستاذ الله يرحمه الفاضل سعيد، دول عندهم جماهيرهم عندهم حاجاتهم. الاستاذ ابو بكر الشيخ برضه عمل تجارب كويسه كده في يقدر يضع بصمه في المسرح، في المسرح. يلا في الوقت ده ظهرت مجموعات لطيفه جدا، اللي هي مجموعه تيراب الكوميديا، هم بريب الكوميديا، الجو الرتب، عمل ايقاع الخفيف بعتبر الناس بقت ما بتمشي المسرح وموقعي والمواصلات وكده وبتاع، اللي هم اللي يوصلوا للناس من خلال كرنفالات. ايوه يعني في المناسبات الاحتفالات بقى في فترات بقى الايقاع السريع هو ايقاع السودان، البرجر، الشاورما، تيراب، همبريب كده. اليوم معنى انه مثلا يعني لا 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 المسرح انتهى، لا المسرح موجود بناسه بممثلينه بكتابه بكده بس محتاج تفعيل،
وتفعيل من الدوله. في مسرحيات والله كميه وفي كمية. مسرح شغل قوي يعني مسرحيات قويه وتنافس لكن عندنا مشكله بتاعت انتاج في البلد. صح. حتى الفرق دي هم غيروا شكل البناء المسرحي من ديكور زي ما انت قلت انه سهلوا على المواطن بانه يوصل لغايه المسرح. هم الفيلم فن براو بالضبط. هم غيروا شكل الاسكتش انا عفوا يعني هم ما اعتمدوا على الديكور بيقولوا انه هم دارين يجسدوا الشخصيه فبيجسدوها طوال على الهواء يعني ما شرط ان هم يلبسوا الحاجه الفلانيه او ان هم يتغيروا بديكور معين عشان يقدروا يؤدوا الدور او يؤدوا الشخصيه او يؤدوا القصه. وممكن هو شغل على اللهجات القبليه في السودان كده وكده لكن لو طبعا اشتغل بالكسوار يكون اجمل. صح. لو عمل نظاره لو عمل ورده مثلا الواحد داري يلاقي حاجه شنب هنا صغير شنب صغير كده حط له طاقه. الكسوار بيضيف جدا في الشخصيه بتاعت الممثل للجمهور فبيتقبلها. عندنا مثلا ما شاء الله الاستاذه فضيل منور الدنيا ما شاء الله يعني تقول مثلا مكسر الدنيا يقدر ياخذ ايوه شكل جديد وطابع جديد يعني كل الشخصيات عامل ازياء عامل ديكور عامل حاجات بالمناسبه احنا بنتكلم عن الايقاع السريع وبنتكلم عن انه شكل المسرح اخذ طابع ثاني اللي هو بيجسد الشخصيه ما بحاجه للبناء المتكامل للمسرح. انتوا الاثنين مشكلين ثنائيه احنا سيبنا ثنائي الكوميديا علي ورطه احمد الطويل او احمد ورطه او علي الطويل عشان ما يتحسس من حته الطويل. احنا تمينا في 2013 مع مجموعه اسمها المختبر مع استاذ طارق بكري في جو العروض بتاعتهم كنا لاقينا نفسنا مع بعض يعني لقيت نفسي مع علي ورطه رغم انه انا اكبر منه سنا يعني ما بقول فنا لكن هو حسيت انكم انتم متجانسين. ايوه بعد ذلك مشينا من 2013 15 16 17 حتى الان واصلين مع بعض وبنشتغل برضه مسرح المعلومه يعني فريق بنشتغل معلومه يعني قدرنا انا كزول قاري هو ذاته علي ده قاري قطر شاور الفار يعني قدرنا نوظف شكل المعلومه نوصل مثلا عفانا الله اياكم مثلا الايدز مثلا الملاريا. اشتغلتوا مع جمعيات اشتغلتوا مع رواد اشتغلنا مع منظمات اشتغلنا مع شركات دعايه واعلان وهذا نقول اسامي لكن يعني متواصلين معهم وشغالين معهم هذا الوضع. طيب علي ورطه انا ممكن اورطك واطلب انك انت تعمل لي سكتش صغير كيف بتوصل المعلومه دي في شكل المسرح؟ والله ورطه يعني ممكن نبدا لك بحاجه يسموك احمد ورطه ده نحن هنبدا لك حاجه كده يعني ظريفه كده نبدا له بالبخيل. البخيل هي تتحدث عن الصدقه. اي طيب الناس تصدق وكده وكده وده دور البخيل وابوه توفى وخلى له 14 مليار جنيه سوداني. احنا ما نشوف احسن نشوف طيب. احسن طيب علي هو الزول اللي ابوه توفى وخلى له قروش وانا انا سيد الحله دار اشيل من علي قروش. يا اخي قرهونا يا اخي والله اقول لكم حاجه في حاجه غريبه خلاص يعني زول يكون يعني مفلس يعني ابو الكباس في النوم مبجوه يقوم مرطب الحله تقول له يجوا اهلك يجوك دير من وين يا عزمون عزام يا اخي نجدون ونجات يا اخي نطن والله زول يعني ابوي ما تقل لي كم مليار دي دارين نجدون يشيلوا مني ما بدي زول قريش انا هسه ده دعمي ضارب لا يا عوض كيف الحال مرحب في شنو يا اخي دارين مني شنو يا اخي ماركون يا اخي شنو ابوي بيبقى لك عمك من 200 ابوي خلاكم ما داري مع ابو زادو مع السلامه الله لا كسبك ولا بارك فيك يا اخي يا اخي نجدون ونجات. السلام عليكم. مرحب علي مرحبا بك. الاخبار يا اخي؟ الله يخليك. شلونك وزين يا اخي؟ تسلم يا اخي. تبسمك في وجهك صدقه. ده شنو هذول؟ تبسمك هذول من راح هذول؟ يا زول دار شنو انت؟ انا احمد الطويل. اها مالك احمد الطويل؟ نحن الزاويه. اها مالكم؟ دارين نعمل جامع. ربنا يوفقكم. يا علي دارين نعمل جامع. يا اخي مش الزاويه دارين تعملوا جامع؟ هاي. الله كريم. يا علي جامع صدقه لابوك. يا اخي دار اسالك سؤال. هاي. انا طلبه؟ لا لا. بنا؟ لا لا. مقاول؟ لا لا. شايف عندي كوريكنا؟ لا لا. شايف عندي قروش كثيره؟ لا لا. ما عندي قروش كثيره؟ عندي قروش كثيره. ما بديك. يا علي الله كريم يا زول يا صدقه مش القروش الغلاء لابوي دي ما بدي منها قريش لو نططوا هنا 14 مليار الله اكبر عليك ما بدي 14 مليار يا زول بديك بني انا فوق يا زول ما تكل هذول ما بديك صدقه هذول ابيت يا صدقه بتنفعك بعدين ما داير في المغارة بتنفعك بعدين ابيت ما داير اصدق يا علي يا زول انا كان نططت هنا ما بطلع قريش 14 يا زول هجي بدك تجيب من هنا يا علي يا اخي روق المنقل يا علي 14 يا زول درت اقول ما انت بتعاود المنقل بتعاود كرسي النازل مالك غزل في شنو؟ 14 مليار ابيك يا علي يا زلمه ما بدي انا تقنوا بقلع منك اصبر ما هنا يا اخي علي مالك علي مالك غزل في شنو؟ مالك يا اخي امبارح حلمت بابوك يا ابوي حلمت بابوي لا بيصبي ابيض ايوه خدار من هنا هناك ايوه ابوك الكريم ايوه ابوك اللي بيصدق ابوك العطاهي ابوك الجميل ايوه وشو ابيض قال لي امشي لعلي ولدي من ال 14 مليار شيل 4 مليار واي الزاويه دعم لجامع يا ابوي جاك بالمنام وقال لك امشي لعلي ولدي اديك 4 مليار اهي واي
رسل السؤال ابوي دجاك حوالي الساعه كم في المنام؟ جاني 3 صباحا. 3 صباحا قال لك شيل من 4 مليار. اي سبحان الله بعد جاني الساعه 4 قال لي الموضوع ده جاي اليوم. حلوه الصياغه بتاعت الفكره والشكل وحتى الشخصيه اللي انتم قدرتوا تجسدوها. الفكره جات من وين؟ حسيتوا بشنو؟ بانه هل الناس ما بتتصدق؟ كيف حبكتوا الفكره؟ يلا بيبقى احنا بنطرح الفعل ده بندعو الناس اول حاجه للناس تصدق لانه بعدين يعني دور خشن المغابر ما بقول اذا قال انه جاته فكره انه يطلع وهن ما حيطلع ما قال اصلي ولا قال هم قال اصدق لعزم ما شاف انه صدق. صح فالناس تصدق وصدقه جميله وعملناه في قالب كوميدي وقوالبنا كلها دي يعني حتى ممكن ندخل فيها الايدز ندخل فيها مثلا الكريمات البنات مثلا تلقى البيت مثلا وشها مصريه والكرعين عباسيه حي صعب كده بتحاولوا توصلوا الرسائل الهادفه فيمكن هسي من خلال الرساله دي غير انه تلفت مثلا انه هل الناس بتتصدق او ما بتتصدق دي ما بيبقى السؤال هنا بيبقى انك انت وصلت الرسائل ايوه بطريقه انه تصدقوا حتى اذا يعني تسكير ايوه ما انه دي صفه المجتمع والمفرح طبعا كوسيط بكل الرسائل يعني انا غلطت مع الركيل وبقيت وذي الصغاف ولا كده بس مسرح بس بوصل كل الرسائل معلش انا يعني مودي الصغافه خالص حتى كده يعني بيوصل يعني الرسائل بطريقه بوصل الرسائل المسرح هو الحته الوحيده اللي بتخلي الناس يعينوا للناس لانه بيشتغلوا تمثيل عالي بيشتغلوا تشخيص للشخصيات فالمسرح جميل والنقطة جميلة والسكتش جميل وسوداننا أجمل بالضبط يعني أغلب المسرحيات اللي بيتم تكريمها أو يعني بتسجل في التاريخ كحاجة قيمة هي المسرحيات يمكن المايلة على التراجيدية أو الدراما الأكثر زي المسرحيات اللي وصلت في شكل كتب وجو مثلوها وقدموها لكن أنا شايف بأنه برضو المساحة الكوميدية في توصيل الأفكار قدرت تاخذ يا اسرع في ايوه بقت في ذاكره المشاهد بطريقه كبيره جدا حتى هو بيتذكر المواقف لممثله المفضل وبيتعامل بالطريقه اللي هو يعني عملها في المسرحيه بشكل انه هو يعني يستفيد من الرساله اللي قدر يوصلها لها الممثل. ما شاء الله شكلك مذيع خطير مثقف كده لذيذ كده يعني اول مره لقيت مذيع كده لذيذ. طيب كلمونا عن البدايات لكم عن 200 اشتغلتوا كثنائيه لاول مره. نحن تلاقينا في 2013 في اول عمل لكم في اول عمل لا اول عمل كان مسرحيه اسمها بين سينار وعذاب للمخرج ابو بكر الشيخ ده اول عمل تلاقينا فيه انا واحمد طويل مذكر بتذكر ده تلاقينا فيه وبدينا كده عرفت انه ده احمد طويل بعد فتره هو تلاقينا مع طارق بكري لكن كان 2000 تقريبا 5 6 كده وكده قاعد ده كان صغير ما سامعك صغير كان يريط هسه بقى ورطه. طيب التحويل النكته في شكل مسرح النكته نفسها بعض الفرق الكوميديه بتحول النكته لمسرح اسيديه اسيديه دي نكته بالمسرح دي نكته بتتحكي في شكل حكت في شكل قالب محدد في قبيله محدده انا دائما بفكر النكته بتجي من وين يعني شو والله مرات مواقف طريفه مرات تشوف حاجه مرات في ناس عندهم خيالهم خطير يعني في ناس في الخيال في الكتابه وفي التاليف خطيرين فالحاجه اللي بتكون القفله بتاعتها مفارغات عجيبه انا في الخشبه علي ده سامع الحاجه مفارغه انا بضحك يعني في عرض جادي انا بقوم اضحك قاعد بطلع عادي موسيقى تدور كده وقف المسافه عايل علي بتذكر الحركه اللي عملها فبقوم اضحك طبعا زي مرات خروج النص الاستاذ عادل امام والاستاذ الرحمن فاضل سعيد يضيف العرض كان يعني طيب شنو النكته والسكتش المقرب لكم انتم بتحبوا تادوا حتى لو كنتوا مع بعض براكم والله سكتشات كثيره طبعا احنا ما يعني ما دارين نملا بتحصل مرات انكم تتادوا مع بعض من غير جمهور من غير هاي مرات بشتغل من غير صاوي من غير أورغان بشتغل مرات في قعدات في ساحة الخضراء مراتها وفي المناسبات الأعراس الحين بتاعت الشباب كده طيب آخر سكتش بتتذكروا شنو آخر حاجة قدمتوها والله نحن مرات بيجينا حاجات كده بنقوم يعني بنعمل لها بيجيك طيب. ويقول لك زي عضو كده نعمل نكسيه اللحم هاي. يعني ناس أنا جاي بقرأ حاجة كده بقوم بظبطها يعني ناس أنا قريت حاجة صغيرة كده ظريفة كده قام شرح على ايش شرح على ايش يعني شرحت على ايش اي الفكره هل ممكن تطبقوها مباشره أي. يعني طيب نشوف طيب يعني ده عمك يعني بيحب البنات كده بيحب انه داري يتزوج بس اي حاجه بس داري يتزوج اي حاجه بس والله انا داري يتزوج بس يا اخوان انا زيت ذاته يعني ما في حاجه غير انه اتزوج بعدين جات وحده جميله جميله شديد كده عيلة تخيل انه احمد الوحدة الجميلة احمد يعني انا ما جميلة خالص كده لكن يعني انا جميلة لكن يعني شينة لكن بجنبها بكون برات وجهها كده يعني ده عمك انا عمك شافه كده السلام عليكم مرحبا مرحبا مبارك شرف ياسين الله ما شاء الله الله يديك العافيه انا اقول لك حاجه انا اخش لك طوالي ايوه على طول طوالي اسمعي كلامي انا اللي قدامك ده ما داري اقول لك كلام كثير وكلام بجاي انا عندي 12 عماره في ماليزيا
45 دكان في دبي وعندي زبيرات كمية في شهر هنا في 60 هناك وعندي استاذ الهلال عنده 12 دكان عندي دكان بتاع زبيرات وعندي دكان بتاع كريمات عندي 15 قندران شغال ذهب 46 تريل الذي قاعد شغالت بس لساتك بس كده يا زول عندي قريش عندي 45 مليار دولار قاعدة في البنك حقتي أنا باسمي أي حاجتي وجاهز للعرس وما عندي أي مشكلة معك ثروة تحت الضرائب معك عمك عوض الكضاب دي سبيراتنا كده دي حاليا النكتة تحولت لإسكتش دي النكتة يا أخذ الطابع حلو غيرت ذاته من فكرة النكتة اللي عمل مبدع الواحد بيقدر إنه هو يستمتع به اكتر في يعني فتره ممكن النكته يمكن انت بتنتظر النهايه عشان تعرف القفله لكن لما تبقى اسكتش الكوميديا بتكون متواصله مع كل حركه مع كل اداء انت بتضحك اكتر بتحاول انك انت تضيف للنكته حتى لمسات كده يعني انت قلت عليه مذيع شاطر انا بقول عليك ممثل شاطر انا ده قلت شاطر ما شاء الله مثقف بعد انت بعد كم سنه كده حتكون ما شاء الله مذيع مخضرم حتكون بعدك خبره أتمنى. احنا جبنا برضه خبره يعني ان شاء الله باذن الله طيب في صعوبات بتواجه اي مبدع خصوصا المسرح وهنا في السودان في صعوبات وفي عقبات كثير بتواجه الممثلين عايز اعرف بدايه معك شنو الصعوبات اللي واجهتك قبل ما تبقى ثنائيه فرد انت براك والله في يعني في حاجات يعني كونك انت تصل للمسرح وتشتغل مسرحيه في المسرح القومي حاجه صعبه 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 يعني انا في بدايتي لما جيت يعني ما كان قايل الممثلين ديل بشر عاديين كده بسلموا على الناس وبياكلوا وبيشربوا زينا كده لا انا كنت خاتين الحاجه دي يعني لما انا اشوف التلفزيون بكون يعني مخلوع كده لا دي معقوله بسلم كده وزينا كده ما خاتين انه حراق النازل لما جيت وخشيت المسرح بديت في الانجليه بداياتي كده جيت مشيت مركز شباب الربيع لقيت الاستاذ خالد حسن بدينا نعمل سكتشات انا حكايه بتاعت 4 سنين شغال سكتشات بس في مسرح كده وقاعد براي كده اشتغل نرجع البيت تستحمى تيجي المسرح هنا تغير ترجع البيت بس كده ما في اي عروض لكن انا اي اصل للمسرح القومي شايف حاجه دي صعبه كل الهموم ذاتها بتنساها آه ده الحلم اللي انت كنت عايزه ابوي شنو برجي يا زول حاجه صعبه يعني المبدع يمكن اكثر حاجه بتواجهه حته المصاريف يعني قبل ما هو يوصل لخشبه المسرح ويبقى زول معروف عشان يقدر يستفيد من المهنه دي قبل ما يتعرف هو بيصرف على نفسه بيصرف على مهنته تصرف كثير دي يمكن هو طبعا المسرح الحاجة يعني في السودان في مشكله اشكال من زمان يعني اشكال الاسره انه الولد يبقى ممثل البنت تبقى ممثله كان في اشكالات أيوة. كثيره دي واجهها استاذتك زمان حساسات حصل اول عقبه بتواجه انك تغني على الاسره ايوه وكده فالمسرح ما زي باقي الدول ما زي مصر ما زي الدول تونس كده القريبين للاوروبيين وكده يعني متحررين شويه ما زي نحكي على السودان فنحن زمان السودانيين ده يعني كونك تشتغل مسرح ده كان اشكال كبير ففي فترة كان في انتاج الفترات الاخيره بقى مهارات فرديه بيجا مهارات فرديه يشوف الكاتب يقول لي نحل غاطي عليك الله انا اشوف ما عارف اعمل رعايه يجيك راي يعني ما في حاجه دعم الشباب ديل ككاتب كممثل كمخرج يعني حتى الادوات بتاعت الكاميرات الكده يمكن نوعا ما الان في عاد العوله من الناس بقت شنو وبرضه مهارات فرديه يعني ما في جهه محدده يعني خاصه الدوله مثلا دي عند مدينه الانتاج السوداني الاعلام السوداني ما في انت من خلال ارتباطك بالعمل المسرحي ليه انت شايف ان احنا بنختلف عن الدول الثانيه اللي انت ذكرتها مصر او الدول العربيه بديك طبيعتهم هي مختلفه عننا احنا محتاجين شنو عشان نوصل يلا عشان المسرح بتاعنا يقدر ينافس عربي يلا احنا محتاجين منتجين منتجين محتاجين دعم محتاجين المنتجين في شكل شركات رعايات يعني اي دوله فيها بنيات تحتيه احنا ما عندنا اي السودان في اي حتى ما عندنا بنيه تحتيه لاي شيء ولا عندنا فايت حاجه لكم سنه لا ما عندنا احنا كلنا شغالين بالمهارات الفرديه انا بقولها يعني ما احنا ما زي مصر يعني مثلا عشان تبني تعمل دراما عملت بنيه تحتيه عملت مدينه انتاج اعلامي كذلك حصلتها سوريا في قبال الحروبات كذلك بيتخش الاردن السعوديه الجزائر طبعا اساسا هم لانه ثقافتهم ثقافه اوروبيه فنحن مختلفين شويه لظروف يعني في الحكومات الفاتت برضه مهتمت بالجانب المسرحي الجانب المسرحي اهتمت بحيات محدده وخلت مع انه المسرح هو اكثر حته انا بقدر بوصل فيها رساله والدلاله على كده الان كل المدارس الخاصه المدارس بيجيبوا بيهتموا بيجيبوا الممثلين عشان يشتغلوا التربيه للاطفال على التربيه للاطفال الكذبه شنو كده يعني بيوصلوا لانه المسرح هو بوصل لانه بنشتغل تشخيص في الشخص التمثيل صح بشكل اغلبيه الشباب برضه قلبوا على يعني مواقع التواصل الاجتماعي يعني يوتيوب صح يعني اي زول بيعمل له صفحه في اليوتيوب او قناه في اليوتيوب وبيبقى بيبدا المهرجانات المسرحيه يمكن في الخرطوم
بتتعدد يعني في كذا شكل اي لكن شايف انه الاقبال الجماهيري عليها برضو قليل. المهرجانات دي بفتكر انه لو بتوافقوني الراي انه هي بتشبع موهبه الممثل اكثر من انه هو عايز يوصل اداء لجمهور او عايز ناس تشوفه. تتفقوا معي؟ متفق معاك وفعلا كلامك صح. يعني المهرجان يجي كلهم اي فرقه بتقدم تشتغل المسرح تشتغل كده بيبقى في اشكال بتاع الاعلام السوداني انه يروج لهذا المهرجان انه يجيب الاسر يجيبوا الاندرمان من شنو كده يجي يحضروا المهرجان يشوفوا شبابهم السوداني بيعمل شنو. للاسف اللي بيحضروا اعلاميين بسيطين صحيح. بعض الممثلين بعض المخرجين يعني ما بده يجيبوا يعني علاقه اصحاب او بعض الناس اللي مهتمين بالمسرح نفر نفرين اربع نفر يعني هاي صفين ثلاثة صفوف المفروض بتاعته تكون ملان بالرغم انه مهرجان زاد بكون قوي يعني بكون فعاليات ثقيله بكون مسرح فيه مسرح فيه صرف يعني فيه ديكور فيه ازياء عناصر المسرح كلها موجوده الإضاءة الممثل المخرج السينوغرافيا الديكور كده المؤثرات الصوتية. لكن للأسف ما في دور بيحضر غير الناس أو بتجي رسالة مرات عرضا كده والله الآن كان المتحف القومي يقدم معارف كده يعني ما في اهتمام يعني. الفرق شنو ما بين العمل الفردي كممثل وما بين العمل الجماعي؟ والله هم في مصطلحا كده المسرح الجماعي هو مسرح كامل الفرقة الفردي يسموه ميلودراما الميلودراما اللي بيشتغل الاستاذ مسرح الشخص الواحد الفردي اللي صح في الاستاذ السيد صوصل وحتى اسمه نبيل حزساتي واسلام في مهرجان بيتكلم عن مسرح الشخص الواحد او عنده علاقه بشكل لا في السودان ما في لكن في ناس في المهرجانات بيشتغلوا مسرح الرجل الواحد برضه استاذ ابو بكر الشيخ نافسوا عنده تجربه مع الاستاذ عواش شكسبير اخو مخرج امام طبعا اشتغل حاجه اسمها عبد الله يحدث كان برضه مسرحات جميله برضه اشتغل له تقريبا عملين الشخص الواحد ايوه اتفقنا بانه العمل المسرح هو بيقدر يوصل الرساله بشكل يعني اسرع واسهل. عنصر الاقناع في المسرح كيف الممثل يعني مرات انت بتكون شغال على خشبه المسرح انا ما جربت الاحساس صراحه لكن يعني مرات انت بتحس انه الجمهور ما متفاعل معك ما بين انك انت عايز ترجع الجمهور لك وما بين النص او الماده بتفقد شنو وبتكتسب شنو في اللحظه كيف بتقدر تقنع المستمع او المشاهد بالحاجه اللي انت عايز توصل له وحسيت انه الجمهور بقى ما معك ما منتبه دي من لما انت تيجي تكون في المسرح القومي عندك مسرحيه معينه ولا لما مرات بتحس انه النص بتاعك ما قدر يؤدي غرض بتحس انه الجمهور ما مركز معك بتعمل شنو بشنو الطريقه اللي انتوا بتادوا بيها انت حاسس انه النص كفايه او الـ يعني انت ايوه عندك ممكن يكون في ارتجال عشان ارجع الصاله ثاني ممكن في ذول يخش يحس مثلا برا يحس انه مثلا الصاله وقعت بيجي خاشي بيجي لكسه بيجي بخاشي بحاجه في قرايه الجمهور في قرايه الجمهور قبل ما تيجي خاشي بيجي خاشي بيعمل حاجه محدده مثلا بيعيد الجمهور برجع ثاني لل انا قبل ما اوصل للختام معاكم عايز اشوف عمل اخير عمل اخير والله اكيد تقوم تشتغل لك موقف طريف يا علي موقف طريف هجيبه من وين في مواقف طريفه كثيره يعني مثلا استاذ اخواننا ما شاء الله في دوله سوريا جميلين يعني في استاذ في مدرسه بتاعت بنات في اللغه الانجليزيه فقال هل حنبلش حصتنا وناخذ التصاريف الانجليزيه بتاعتها بريك بريك بروكن وسبيك سبيك سبوكن قال انت شو التصريف بتاع بريك قلت له بريك بروك بروكن قال لا ممتاز حبيبتي تقبرني انت شو التصريف بتاع سبيك قلت له سبيك سبوك سبوكن قال لا ممتاز عين كده لقوا حسر سرحانه فكها بالطباشيره قال لا شو بيك قلت له شبيك شبوك شبوكن خلينا نرجع لك يا علي ورطه 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 لكن والله ما شاء الله احمد اجاب عن سؤاله بطريقه يعني قال لي انه هو مرات بيجي واحد بيكسر الحاجز او يعني بيتصرف عشان يقدر يشد المشاهد له مره ثانيه. لو انت قلت نكته على المسرح حسيت دمك تقيل ما ضحكوا معاك يلا انا واحمد لما نجي او انا براي لما نجي اشتغل انت ما تورط احمد معاك انا قلت خلاص خليك احمد بجنب عشان لما نجي اشتغل شغل انا بشتغل النقطه لكن بمثل النقطه ايوه يعني بتم الباقي كده رياكشنات بعمل كده بطلع يضوم بيايه بطلع نخرين ما اعرف فجاه لساني يعني عادي تتوقع تجتهد يعني انهم يضحكوا معك اي يعني لازم انا هو طريقته كده او الدراميين اللي بيقولوا في النكات مختلفين عن مثلا تيرا مثلا وهمبري هم بيقولوا النقطه بيعتمدوا على اللفظ نحن بتعد على التمثيل الجسد الوش فنحن مختلفين على نقطه والاثنين في النهايه نكات لكن هم طريقه مختلفه عن طريقه المسرحيين اللي بيقولوا النكات يعني. انا نحن نختم لك بحاجه صغيرونا كده اذا انت يعني احمد ده يعني انا بيتوقف في الشارع كده وعامل كده واحمد جاي حيشاغل يعني اخر حاجه حيشاغل يعني انا واقفه كده واحمد حيشاغلني السلام عليكم مرحبا
لا انا حابب اتعرف عليك. انت عبيط؟ لا 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 تونس عبيط انت عبيط الله يا استاذه انت زوله جميله انت عبيط يا هنايف ايش نيتي عبيط الله يا يا يا, يا, يا امشي الحدايق كده عبيط طيب انا مشيت حتى بتونس عبيط خلي بالك تعرف يا هنايف البنات ديل زمان ديل صعبات شويه كده الواحد عارف يغني لها الليل الهادي يذكرني حبيبي الغايب من البدري خلاني هنا وروحي معك سهدي وبعدك جناني عبيط خالص انت عبيط يا اخي ده تونس معاك يا اخي انت عبيط انت تونس جميل يا اخي انت عبيط اتعرف عليك عبيط يا اخي قدر اتزوجك انت جدي انت عبيط ولا شنو انا بحييكم جدا بحييكم على المجهود الحلو والافكار السمحه اللي انتم بتقدموها الخطه الجايه شنو هتوصلوا لشنو هنشوف الاعمال الجايه اللي احنا نترقبها منكم اول حاجه علي كفرد ثم كثنائيه عايزين توصلوا لشنو والله اول حاجه تحيه لغلات انغام مره ثانيه ان شاء الله شغالين انا المخرج قال لي ما تقول الكلام ده لكن حقوله الكلام ده بيني عليك الله اتمنى انه ما تطلعوا لي برا احنا شغالين عائله مؤسسه الجزء الثالث باذن الله المخرج ابو بكر الشيخ وانا شغال عندي قناه في اليوتيوب برضه بستغل الفرصه دي المخرج حيزعل مني عندي قناه في اليوتيوب اسمها علي ورطه بالعربي وبالانجليزي اللي عنده انجليزي يجينا اللي عنده عربي يجينا شغالين عندي 30 حلقه لرمضان ان شاء الله عندي حاجات كده برنامج اسمه طشاش على اليوتيوب وان شاء الله ان شاء الله برضه تحيه لفرقه همبريبه الكوميديا زي ما قال احمد تحيه لثنائي الكوميديا علي ورطه احمد الطويل ان شاء الله عندنا حاجات كثيره لكن ما دارين نتكلم دارين نعمل عملي طوالي الزول يخش يعمل لنا لايكات وسبسكرايب والحاجات في القناه دانا كده علي ورطه تحيه رجله بس معلش حاجه صغيره معلش يا ساعه المخرج تحيه لامي وزوجتي نفس البرنامج طبعا هو الخط بتاع القناه مساعد فيه وحكون معه شغال تمثيل ان شاء الله وجزء من الاخراج في حلقات برضه ان شاء الله او انا ما ادري ما افصل عنها حتكون برضه مع المخرج الاستاذ ان شاء الله امام مع مجموعه همبريب الكوميديا و برضه مع كاتب بتاع مونولوجات برضه حيخرج ان شاء الله الاستاذ امام باذن الله تعالى ان شاء الله وبرضه تحيه انا اقوم برضه التحيه للوالده ربنا الصحه والعافيه واخواني وزوجتي وبناتي واولادي ان شاء الله والتحيه ان شاء الله ونتمنى السودان ان شاء الله نتمنى سودان جميل مختلف وهذا كله نحن نتغير سودان ان شاء الله ان شاء الله يتغير ان شاء الله واتمنى كمان انه المسرح يعني يرجع بنفس شكل التفاعل اللي كان موجود ويعني كثير من الممثلين على خشبة المسرح وضعوا بصمة حقيقية للمسرح السوداني وقدروا ان هم كمان يوصلوا رسائلهم يعني يمكن بالمشهد المشاهد اللي مثلوها احمد وعلي فانتم بقيتوا متاكدين بانه المسرح لسه بخير وممكن يرجع اقوى واقوى ويقدر يجذب كمان الجمهور السوداني له مره ثانيه ويكون في اقبال كبير على خشبه المسارح المختلفه في كل الولايات السودان وكمان في العاصمه هنا انا بتمنى انه المسرح يرجع له رونقه ويرجع لعهده الاول زي ما كان بكل الاشكال والفنون اللي بيقدمها على الخشبه وبكل الرسائل الهادفه اللي بيوصلها لجمهور انتم لسه موعودين مع عديد الفقرات هنسمع لحن مهدى لكل المشاهدين ونرجع نتواصل من تاني في هلا بيكم ترجمة